بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضا. أما بعد، إن شاء الله وفقنا ربي في فهم بعض النفسيات التي لا تبين ذواتها خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، إن شاء الله من خلال بعض آيات من سورة يونس عليه السلام. نبدأ بآية 48: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أو أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. صدق الله العظيم. إذا واضح جهل الجاهلين ومكرهم في كل زمان ومكان. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني ربي قال لكل أمة رسول ويجيهم رسول يوقع التكليف فيقضى عليه، ولكل أمة رسول فإذا جاء رسول قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون وما ربك بالظلام العبيد. ويقولون متى هذا الوعد، أي من هذه النمامة؟ رمجان، يعني ورثوا واحد على واحد يجيل على جيل إلى حتى يعني والله بزوال هذه الدنيا وهم في نفس خطير التكليف. ويقولون متى هذا الوعد، لكن هي المسألة من نحن صادرت يعني الله، والله حين يتكلم لابد أن يصدق. هذا بالنسبة للحر، بالنسبة للكريم، بالنسبة اللي يعرف أن لا سبيل إلى وجود مدير الموج ولا سبيل إلى تعدد الآلهة. يعني المسألة إذا كان ثم اليقينيات وفي على رأسها هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا داعي إلى إثارة سؤال متى هذا وعد، هذا الوعد هل هو حق ومتى سيكون، بإذن يتحقق أو بإذن الخالق يكون من الفعل بالإذن الرباني. فلا لاستواء الله من خيار استقدام أو استعجال النهاية لكل من مخلوق. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني يطعنوا في الأنبياء عليهم السلام وفي أتباعهم عليهم الرضوان، يطعنوا في مصداقية هذا الجمع المبارك الذي دائما تحصل كيدته الأنبياء عليهم السلام والأتباع عليهم الرضوان دائما عارفين أن هما فعلا يرضون الرحمن بطاعة الرحمن وطاعة رسل الرحمن عليه السلام. أما
من شد عن هذه القاعدة فلا عقل له ولا أدب له ولا حساب شرعي. هذا الإنسان لو يفكر شوية فيما سيأتي لكان يتورط. شو قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يعني دخلوا الشك في ما هو حقيقي وضم إن كنتم صادقين وتشرطوا هل يتقنوا إلا لم يكونوا صادقين ثم صادقين يوم يستنوا فيكم حتى يبان صدقهم وما شاء الله فيه. كل نبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي هكا رأس يمس الشواب بالذكرى، لا، النبي ومن ذكر في الرسالات كلهم عليه السلام يأتون بأمر الله وفي الأوان حين يكذبوا ويأيسوا من رقوب إلى الجادة يأتي نصر الله. وعرفنا في الطوفان ماذا حدث، وعرفنا بالزلازل ماذا حدث، وعرفنا في مسألة فرعون في الموجات من العقاب كيف حدثت. ولكن اللي منع من أن يؤمن منع من طرف الشيطان أقصد فلا سبيل هدايته، ولهذا هم قدموا أنفسهم فوجدوا الله حاضرا وحسابهم الدنيا حاضرا وحساب الأخرى سيجدونه حاضرا، لهذا ما عندهم حتى ربح. لحد الآن ولا واحد منهم سجل له التاريخ أنه من الناجين. أعطيني أي جماعة وقفت في تحديها لله سبحانه وتعالى ومنعت من العقاب لتورمو سو ريبيتيتي، يعني العقاب يتكرر على بأشكال أخرى، ولكن العبادة هو مقت الله حين ينزل لا يبقي ولا يبقى. ويقول له هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع. هاو الحسب النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا أملك لنفسي لا نفع ولا ضر. إذا كان هو في قمة الطاعات وربي غفر له من قدر من ذنبه ومن أخر يقول لا أملك لنفسي، ماذا تنتظر من الرسالة؟ الرسالة واضحة قلبه على كل وجوهها، ما ترجوش فيها فجوات وما ترجوش فيها تناقض وما ترجوش فيها خلاص. الأمر واضح لكن طبيعتكم المريضة لا تقبل الوضوح. ولهذا هات البينات متى فكرتم قليلا في الانتحار وتدرسوها متى؟ المسألة من البداية رضي الرضي والرضي بتاعكم مش هكذا طبيعي بل هو بفعل فعل. وقلنا الشيطان هو الذي عدو لكم اتخذتموا وليا لكم، كانوا مش ينجحكم كانوا مش يقدر على وقرة وقدر مش يردوا وكأنه كذلك يقدر على الخير مش يجيبوا لكم وليلا مش بعتكم تولي نفسه من اللي مش يسعى نفسه حاجة تمنى في جات فرصة قال كرابي يسجد وهذا سوء التحية لا سوء التعبات ما زالك ما تنتظر وما زال عندك ملا جواب غير سمعت وعطعت حيث كل من يتجاعد بالمقدسات أحمق ولا يكون نفسه شيئا وهو ضحية من جهلي وضحية غطرسته وضحية سوء حاله مع الله ولا يفقه شيئا من الأدب لم يقدر الله عن قبل. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله إلا أنه يسأل يا رب. أنا من عارف لا أعرف الغيب ولا أعرف من سيكون ولا أعرف أشري سوق الحداد ولا أعرف كيف أدفع الشر. أنا أفعل عبيد من الله فإن أفعل الشر أنت ونقض الله بذلك الدفع فقط. إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستعجلون ساعة ولا يستعجلون، يعني كجل أجل لا فايدة تقول postpone يعني أجل ولا هري هري ولا عجل لا من ماشي هري هري اللي قدر من شكون بالنانو ثانية وأقل منها وأقل من البصر يعني في حياتهم كلها مش تحسبوها ساعة التعارض ولا تضربهم يعني انتم
انكم ضعتوا حتى في التقدير، تقدير المدة وتقدير قيمة قناعاتكم وكذا، ما تعملوا شيء، ناس جهال وتحبوا دائما تعالوا على الحق وتتموا أسيادكم المؤمنين بما ليس بهم، وكنا اسقاطكم مرضي واسقاطكم سيدي حتى التاك أراد الشيطان وحزاه الله أن يهينكم به لا أكثر ولا أقل. السلام على المتابعة الجودة.